مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. إلى العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشيد بتضحية الأطباء وكل أسرة قطاع الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة ويحيي تضامن الشعب الجزائري. الوزير الأول عبد العزيز جراد يذكر الولاة والهيئات المعنية بضرورة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون حماية للسكان وضمانا لتموينهم المنتظم. 45 حالة إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة والحصيلة 1468 حالة مؤكدة و193 حالة وفاة وتماثل 113 حالة للشفاء. جهود مضنية لأبطال الصفوف الأولى في التكفل بالمصابين بمصلحة الإنعاش في مستشفى وهران. وفي صور حصرية لتلفزيون، باحثون من مركز البحث للبيوتكنولوجيا بقسنطينة يطورون جهازا للكشف عن الإصابة بالكورونا في أقل من نصف ساعة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، وجه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تحية تقدير وامتنان للأطباء وكل أسرة قطاع الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة. وجاء في الحساب الرسمي للسيد الرئيس على تويتر: بمناسبة اليوم العالمي للصحة، تحية تقدير وامتنان لأطبائنا ولكل أسرة قطاع الصحة على تضحياتهم ولشعبنا على تضامنه الذي أبهر العالم كما أبهره الحراك المبارك. عاشت الجزائر واقفة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، أصدر أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة إلى الولاة والهيئات المعنية ليذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. بالفعل، فقد لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية المرخص بها، ولا سيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية من جهة أخرى. وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم المنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض. ففيما يتعلق باحترام إجراء الحجر المنزلي، فإن المواطن ملزم بالحجر المنزلي ما عدا في الحالات الخاصة المذكورة في النصوص المعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها. وكل إخلال بإجراء الحجر المنزلي يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من 3000 إلى 6000 دينار ضد كل المخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات إلى الحبس لمدة 3 أيام على الأكثر. فضلا عن ذلك، فإن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية المستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي وإيداعها في المحشر. وفيما يخص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض المتاجر المرخص بها قيد النشاط، فإن المتاجر المعنية بتموين السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات المحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولا سيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم، والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج
الإنتاج التي تمونهم قيد النشاط، وفي حالة رفض التجار المعنيون فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية. وجدير بالإشارة أن رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 1000 إلى 10000 دينار والحبس من 2 إلى 6 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وخلال الندوة الصحفية اليومية، كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا جمال فرار تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية 1468 حالة مؤكدة و193 وفاة، فيما تماثلت 113 حالة للشفاء. اليوم تم تسجيل 45 حالة جديدة عبر 12 ولاية ليصبح العدد الإجمالي من 1468 حالة مؤكدة، وكل الحالات المؤكدة متواجدة عبر 45 ولاية كما تظهر في الشاشة. وتم تسجيل اليوم 20 حالة وفاة رحمهم الله على مستوى 9 ولايات، 11 من حالة وفاة بولاية البليدة، 2 في الجزائر العاصمة، حالة واحدة بكل من بجاية، تيزي وزو، مستغانم، برج بوعرريج، بومرداس، طيف وبتنا. ليصبح العدد الإجمالي كما يظهر في الشاشة 193 حالة، منها 20 حالة جديدة. الأشخاص تمثلت إلى العلاج تمثلت للشفاء هي 113 حالة، منها اليوم 20 حالة على مستوى البليدة و18 حالة امتثلت للشفاء وغادرت المستشفى، 18 حالة في الجزائر العاصمة، والمجموع يعني 113 غادرت اليوم هياكل العلاج. أما العدد الإجمالي الحالات التي خضعت للعلاج حسب البروتوكول الجديد يبقى 626 حالة. وفي اليوم العالمي للصحة نقف في النشرة عند جهود أبطال الصفوف الأولى المضنية في التكفل بالمصابين، وهذه صور لعمل الأطقم الطبية بمصلحة الإنعاش والعناية المركزة في المستشفى الجامعي أول نوفمبر بوهران. الروبورتاج لإيمان محوقراس بصوت ريان عثماني. سجلت مدينة وهران حالات عديدة منذ بداية هذه الجائحة من حاملي الفيروس كوفيد-19، حيث استقبلت مصلحة الإنعاش والعناية المركزة للمستشفى الجامعي أول نوفمبر وهران عديد الحالات، فكانت مؤشرا فعليا على التكفل بهذه الحالات التي وصف بعضها بالمستعصية. مصلحة الإنعاش والعناية المركزة بها طاقم طبي ذو تجربة، صحيح مررنا بمرحلة H1N1 سنة 2009، لكن هذه الجائحة مختلفة وخاصة، هي عالمية. لدينا كل الإمكانيات المادية والبشرية بهذه المصلحة للتكفل بالمرضى، وبإمكاننا استقبال 100 إلى 150 مريضا. فريق التلفزيون الجزائري استطاع وبموافقة حصرية الوصول إلى مصلحة العناية المركزة الممنوعة حتى على بعض الطواقم المستشفى من المصالح الأخرى. أنا مع لي بروفيسور قعدنا نصوروا لي مالاد، حنا شادرنا دخلنا معهم، عطاونا ملابس وقاية، دخلنا درنا لي زانترفيو. كي كملنا لي زانترفيو قال لك كاين ايطاب واحد أخرى، قال لك تدخل الداخل عند وين راهم اللي راهم تاع ريسبيراتوار تاع جهاز التنفس. تما زادت صعابه شويه. بعد قعدت نقول لكم كاش ليق واحد يدخل يجيب الصوره. ويبقى في النهايه الوعي والامتثال للحجر الصحي الوسيلتان الانجع لوضع حد نهائي وفعلي للقضاء على هذه الجائحه العالميه.
وكما ورد في العناوين ننقل لكم صورا حصرية لباحثين من مركز البحث الوطني للبيوتكنولوجيا بقسنطينة يطورون جهازا لكشف المصابين بالكورونا في أقل من نصف ساعة. حسن متطلع. هذا هو مركز البحث الوطني بقسنطينة الذي نجح في اكتشاف جهاز يعمل بطريقة جديدة وعلمية وبسيطة لتشخيص المصابين بوباء كورونا في ظرف لا يتعدى النصف ساعة. جهاز بسيط مثل جهاز الذي يقيس السكري أو جهاز الحمل من بوندلت، والقيمة الزايدة لهذا الجهاز أنه يعتمد على الحمض النووي الهيراني لاديان ليعطيه حساسية كبيرة تسمى تخي سنسيب، يفوق بكثير لي تيست سيرولوجيك تاع الدم، قدرة الدم، وله نفس الخاصية أنه محمول. الإنجاز العلمي بحسب المشرفين عليه سيكون جاهزا بعد حوالي شهر ونصف من الآن، وهذا بعد الحصول على المواد الأولية اللازمة. ويعد هذا الإنجاز الفريد من نوعه خطوة متطورة تضاهي مخابر علمية عالمية تبحث في هذا المجال. وحسب ما معرفتنا ولا حسب الرشاش ندخل رشاش بيوغرافيك ان شاء الله on n'est pas le premier mais on est presque en parallèle avec ces chercheurs qui sont en train de développer cette technologie et j'espère qu'on arrive en même temps ou pourquoi pas avoir la maîtrise avant les autres. هذا الاكتشاف يشرف عليه فريق بحث متكامل يضم 12 باحثا ومهندسا. اكتشاف علمي جاء في وقته ليعطي دفعا قويا للأبحاث في الجزائر ويؤكد مرة أخرى قدرة الباحثين الجزائريين على صنع الفارق. ومساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا يتبرع كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيسة مجلس الدولة بشهر من راتبهما لفائدة حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة لهذا الغرض. من جهته تبرع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الأزهاري براتب شهر لفائدة حساب التضامن كوفيد-19 وهذا في إطار المساهمة في الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية. كما يشارك مستخدمو وزارة الشؤون الخارجية في الحملة الوطنية للتبرعات حيث فتحت حسابات بنكية خاصة لهذا الغرض بالعملة الوطنية والعملة الصعبة. وفي هذا الإطار يتبرع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بشهر من رواتبهم، كما يشارك باقي الدبلوماسيين العاملين بالخارج وكذا المستخدمون المحليون المتعاقدون في عملية التبرع هذه. وبدورهم يساهم كافة إطارات ومستخدمي وزارة الشؤون الخارجية على مستوى المصالح المركزية في هذا الجهد الوطني للتصدي لآثار هذه الجائحة. أكد أمس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في بيان مشترك التزامهما وتجندهما إلى جانب السلطات العمومية من أجل التغلب على الوضع الصحي والاقتصادي الصعب الذي تعرف البلاد بسبب جائحة كورونا مجددين التزامهم بالتجديد الاقتصادي للبلاد، كما جاء في برنامج رئيس الجمهورية والحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه. كما أعرب الموقعون على البيان كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات أعربوا عن يقينهم بأن الجزائر ستتغلب على هذا الوضع الصعب وستباشر مسارا واسعا لإنعاش الاقتصاد الوطني وتغيير النموذج القائم من خلال إصلاحات هيكلية
تكرس الأفضلية للمؤسسة الوطنية وحرية المبادرة ورفع الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتخفيف الأعباء. البيان أشاد بإجراءات الحجر الصحي الكامل والجزئي الذي أقرته السلطات العليا، وكذا التضامن وتموين السكان بالمواد الغذائية، مبرزا ثقته وتقديره وتشجيعه لعمال جميع الأسلاك المشاركين في حملة التصدي لهذا الوباء. أعلن أمس بنك الجزائر جملة من الإجراءات الاستثنائية الظرفية التي تسمح للمؤسسات المالية والبنكية لرفع مستوياتها للتمويل لصالح المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء جائحة كورونا، وهذا في إطار الإجراءات المتخذة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لتفشي هذا الوباء ووعي منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني وضمان مواصلة نشاط وإنتاج المؤسسات الاقتصادية بصفة منتظمة وعادية. أخذ بنك الجزائر جملة من التدابير الاستثنائية، منها تأجيل تسديد أقساط القروض وإعادة جدولة القروض للزبائن المتضررين من هذا الظرف، كما سيتخذ بنك الجزائر إجراءات أخرى تبعا لتطورات الأوضاع لضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني. في إطار التصدي للإشاعات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بوليدة المدعو سين سين من طرف مصالح أمن ولاية الجزائر، وذلك لنشره إشاعات مفادها قيام السلطات العليا للبلاد باتخاذ قرار الحجر الكلي بولاية الجزائر العاصمة، وكذا إغلاق محطات البنزين بداية من الفاتح أفريل الجاري، حسب ما جاء أمس به أو أمس في بيان لخلية الإعلام لمجلس قضاء البوليدة. وأضاف المصدر أنه تمت متابعة المتهم بتهمة توزيع والعرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية لمنشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، مشيرا إلى أنه بعد استجوابه من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت. من جهة أخرى، أصدرت محكمة العفرون حكما بالسجن ب18 شهرا نافذا وغرامة مالية نافذة ب50,000 دينار جزائري في حق شخص بتهمة المضاربة وخداع المستهلك وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وانعدام الفوترة. وقد تم تقديم المتهم أمام العدالة بعد قيام مصالح الدرك الوطني للعفرون بحجز كمية معتبرة من السميد وزيت المائدة بأحد المستودعات وفقا لذات البيان. كما أصدرت محكمة الجنح أمرا بالحبس عاما نافذا وغرامة مالية نافذة ب50,000 دينار جزائري في حق الشخص بتهمة المضاربة غير المشروعة وخداع المستهلك وعرض منتوج فاسد للبيع وعدم احترام إلزامية النظافة وعدم تعديل بيانات السجل التجاري في حق شخص قام بتخزين كمية معتبرة من المواد الغذائية في أحد المستودعات. وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الأربعاء حكما بالحبس عاما نافذا وغرامة مالية ب50,000 دينار جزائرية في حق شخصين بتهمة المضاربة وخداع المستهلك وعدم احترام إلزامية النظافة وعرض منتوج فاسد للبيع، علما أن المتهمين ضبطا وبحوزتهما كمية معتبرة من الدجاج غير خاضعة للمراقبة من طرف الطبيب البيطري، يضيف البيان ذاته. عملية التضامن رسمت أروع الصور في كل ولاية الجنوب وخنشلة ومن مساجد جزائر العاصمة. ملخص هذه القوافل التضامنية لتخفيف من وطأة الحجر الكلي عن سكان البوليدة مع نبيل فرجي. تجسيدا لأواصر التلاحم، قوافل التآزر والتآخي وهبة تضامنية من المجتمع المدني للأهجار إلى السكان البليدة، حيث أقلعت الطائرة العسكرية بشحنة من المواد الغذائية الضرورية. المساعدات بين إخوان الوطن الواحد تتوالى، وقافلة عنوانها التآزر والأخوة من سكان خنشلة سلع ومساعدات وتبرعات للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. ورقلة هي أيضا تتضامن مع سكان البليدة الذين هم في حجر صحي كلي بسبب وباء كورونا، قافلة تضامنية بمشاركة فلاحي المنطقة
والمتعاملين الاقتصاديين. مساجد العاصمة هي أيضا تشارك السكان البليد محنتهم، قافلة تضامنية تحمل المواد الأساسية وتهدف إلى غرس قيم المحبة والتضامن في المجتمع مع تفعيل الجانب الروحاني للمساجد. هذا وأزدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي تعليمة إلى مديري الشؤون الدينية عبر ولاية الوطن لبث تسجيلات القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد مدة نصف ساعة قبل أذان الظهر، استجابة لطلبات الملحة من طرف المواطنين على أن يتم التنسيق مع الولاة لضبط هذه المدة زيادة أو نقصانا واختيار الأيام التي يبث فيها القرآن الكريم. فبلاغ تلقاه مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة عبر الرقم الأخضر 1055 مفادها قيام مجموعة من الأشخاص باشتباكات بواسطة أسلحة بيضاء بحي عدل بعين الملح ببلدية جسر قسنطينة، تم على الفور تشكيل دورية مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل تمكنت من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق. عملية التدخل السريع مكن من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق العدلية، قاموا باقتحام شقة أحد المواطنين وتهديده بالسلاح الأبيض، غير أن تمت السيطرة على الوضع وشل مخططاتهم الإجرامية الخطيرة. وقد أسفرت هذه العملية النوعية من توقيف 9 موقوفين كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سوف يتم تقديمه أمام محكمة حسين داي من أجل جنحة جناية تكوين جمعية الأشرار لإعداد لارتكاب فعل إجرامي، جنحة انتهاك حرمة المنزل، جنحة عرقلة سير عمل المؤسسات والاعتداء على حياة أعوانها، التهديد بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، التحطيم العمدي لملك الغير، حمل سلاح أبيض دون سبب شرعي. جدير بالتنويه أنه على خلاف ما تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أن توقيف هؤلاء المجرمين كانوا على خلفية إثاراتهم الفوضى ورفضهم الانسياع إلى إجراء الحجر الصحي، إلا أنه في الحقيقة الأمر تم توقيفهم بسبب ارتكابهم لجرائم تمس بالقانون العام. كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك مجموعة أشرار بزيرالدا لارتكابها لجرائم السرقة الموصوفة من داخل فندق عمومي مخصص للحجر الصحي، كما تم توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم. تمكنت أفواج الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للبير خادم لأمن ولاية الجزائر من إيقاف وإحباط في حال تلبس إفراغ كمية معتبرة من المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء من طرف 3 أشخاص وضعوهما في سيارة نفعية. بعد التأكد من هذه السلع أن مصدرها احتمال سرقتها من فندق مزافرون بزيرالدا المخصص حاليا للحجر الصحي، تم إخطار سيد وكيل جمهورية المختص إقليميا، وبتمديد الاختصاص تم إيقاف الفاعل الرئيسي وتحويله للفرقة. في إطار مكافحة الإرهاب كشفت وضبطت أمس مفازة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس، في حين كشفت ودمرت مفازة أخرى 3 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفازة مشتركة للجيش بعين الدفلة 5 تجار مخدرات وحجزت أزيد من 24 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان 4 تجار مخدرات بحوزتهم ما يقارب 10 كيلوغرامات من المادة نفسها. كما أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليتين منفصلتين بكل من الطارف وجيجل 4 تجار مخدرات وحجزوا أزيد من 2700 قوس مهلوس. من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش بكل من تمن راست وعين قزام وبوجباج مختار 20 شخصا وضبطت 3 بنادق صيد ومعدات تفجير وشحنة و13 مركبة رباعية الدفع وكمية معتبرة من المواد الغذائية والوقود، بالإضافة إلى 19 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن وأزيد من طن من خليط خام الذهب والحجارة، فيما تم توقيف 46 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بتمنى الست.
إلى تطورات كورونا في العالم، من المنتظر أن تبدأ اليوم مدينة ووهان الصينية بالسماح للأشخاص بمغادرة المدينة لأول مرة منذ 4 أشهر من بداية تفشي الفيروس، حيث أعلنت الحكومة الصينية أمس أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالمرض بعد أن سجلت أمس 32 إصابة مؤكدة لأشخاص وفدوا من الخارج. ختام النشرة، والتواصل معنا مشاهدينا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. ليلى هادئة. We'll be right back.